مساء الخير وصباح الخير اعزائي المشاهدين، حسب ما تشوفوا فينا ان شاء الله وقتنا مع بعض نلعب نجرو بشرات اخواتي. في الاول تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وعمل لايك خاطر نستنى فيديوهات اكتر واكتر. لا ولا ولا غبي ده راح فيها مش كانين ولا غبني. خدت الكريبر اثرت فيك ولا يا حبيبي في المره اللي فاتت؟ طبعا اخواتي النهارده ان شاء الله هنروح نجمع موارد طبعا بعد ما ننام عشان الليل بصراحه يعمل معنا الصح. يلا بينا بصحاب والصحاب. استنى انت معاك بكاكس من الحجر؟ لا بس لازم تعمل بكاكس من الحجر. طب انا عارف عارف بس نعمله تحت يا باشا، نعمله تحت يا باشا. يا عم عاوزين بكاكس من الحجر يا ماشي، هحط بس انا كده اي حاجه في الفرن عشان تنور لنا بصراحه الظلمه اللي احنا قاعدين فيها دي. بس اسطور كده اسطور، عاوز بس بكاكس وعاوز اكس وحوارات زي دي. عاوز بكاكس من الحجر بس. يخرب بيتك، معكش بكاكس وسيف. معك حجاره زياده؟ ايوه في الصندوق. في شيست في الصندوق. ما انا اخدته، اتفضل. بس اسطور اسطور ماشي يا حبيبي. حبيبة فخام اه كده يا باشا. اوعى يا عم اوعى يا ربي اوعى بوشك شبه قفاك دي. بس حبيبي لغايه واحده اثنين. انت اخوي الكبير. بس عاوزين يا باشا، عاوزين اول حاجه بكاكس تمام. ممكن ممكن نعمل بكاكس تاني بصراحه عشان ممكن يتكسر معانا بكاكس تاني ابو الصحاب. مشينا اي ناحيه دوري الفتشه بس تمام. تاني بس معانا سيف خربان بس ممكن نعمل سيف تاني. ممكن اسف كنت هنكسر الكريفتن تيبل. الناس جلدني جلد والله. ممكن نعمل سيف. لا ثواني السيف كان ايوه كده تمام. ونجيب بلوكتين نضيف كده فوقي حبيبي اسطوره. بس كده سوا سوا حط دي كده عشان اهم حاجه عند السيف. السيف هنا دلوقتي. هات الطوب هنا والخشب حط هنا. الحاجات دي خلاص مش محتاجه يا اخواتي فنحطها في الشيست اللي ورا. ايوه يا باشا الطوب والخشب تمام. لو قدرت اخلص عاوز ايه يا صاحبي؟ اخلص يلا بينا ننام الليل يا حبيبي. سبحان الله ده الشمس عينها كدي كده. متاكد ولا الجلد اهو؟ خلصاني. وعيد انت بوابه منقذره معفن. وعيا استر يا رب استر يا رب استر لمبي استر لمبي اللي بنشوف. هيو 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 استنى خنزير خنزير. خلاص سيبك من الوقت. عاوزين الوقت اهم حاجه اخواتي نجمع موارد. تجميع الموارد مش بالسهل والله. فل الكهف الدور فات اللي جلدوك فيه. فاكر الكهف؟ اللي عطوك على قفاك فيه. اوعى ابلع. اسف 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 يا زعيم اسف. نديك على ابوي. سيرك في الدرع اللي انا لابسه. اسطوره صح؟ معايا 2 جولد والله. يا ريت كنت حطيته في الشيست. فاكر البوابه ده؟ اه هناك كانت عندي ولا تمام. ادينا ماشيين ادينا ماشيين معاك يا استاذ ياسي. يلا بينا. اسيو الله شايف الفرصه دي. يا لهوي توم مني على الجمال والله العظيم. خساره خلاص. استناني يا ابني رحت فين؟ رحت بكن الكهف. طب اهدى 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 استناني يا ابني اهدى يا حبيبي. ايوه يلا فين الكهف يا حبيبي والله. هذا البكاكس بتاعني. بص راح نمسك الاكل كده في ناحيه في يد. لا ثانيه ثانيه بس ثانيه. ايوه مسكنا هات الاكل كده يا باشا حطه هنا. وانت نزلت ازاي؟ يخرب بيتك ده ما بيمسكش مش زي الكمبيوتر. ماشي فينك يا ابني؟ فينك دول الكهف؟ الكهف دي يخرب بيتك يا ولد. احنا الجلد في جلد دي. انا عارف. باين عليهم كبرى اصلا. انت ما لعبتش تحديث 19 ولا ايه؟ لا لعبت. يا ساتر يا رب. اه. طب. احنا هنجمع ايه؟ عاوزين بس فحم اهم حاجه عشان نعرف بعد كده التنور الكوفه اللي احنا نازلينها دي. ايوه انزل في الميه يا بابا. اصبر علينا مش شايف حاجه اصلا. والله انا خايف ننزل اصلا. شكل ان احنا الجلد جلد على عينك. بس خلي بالك عشان الكهف مليان باين عليه بلاوي تحت. نزلت برضه الاخر؟ الله هنتجلد يا صاحبي. اه. مش عارف فين انا اصلا. فينك انت يا ابني؟ فينك انت مش شايف حاجه والله. اه جنبك. ساتر يا رب. قلت لك على الاضاءه يا ابني والله معليه على الاخر. طبعا لسه مش عارف بصراحه طلع من اللعبه زي كل مره بس انا لقيت جولد. في زومبي قذر. يا ريتني كنا جبنا ولف والله. لو جبنا ولف اسطوري. كسر 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 بس اهم حاجه بلوكتين الجولد دول يا عم والله العظيم. اصبر عشان سامع صوت زومبي وانت رجليك لسه بتخوفني وحديها والله. اهدى بقى بالله عليك. ما تتكسري بقى. بس احمينا احمينا لحد ما ناخد الحبيتين دول. ايوه حبايه ده في اكتر من حبيتين والله. يا ابني اتكسرت ما خدتش حاجه. عشان تهبل بتكسر البكاكس الحجر حق بايرون. طب ما تقول يا عم ضاعت منين والله العظيم. تعالى بس تعالى بس نمشي جنب اللافا عشان اللافا منور المكان بصراحه فممكن نلقى حاجه. ايه ده يخرب بيتك ده الميه بشوف حجزها اللافا. يا نهار ابيض يا عم والله في كتير يا ابني جولد. بس عاوزين فحم يا جدعان. عاوزين فحم يا جدعان. يا ابني فينك رحت؟ دخلت ناحيه ثانيه. طب اصبر استناني يا حبيبي ما تسيبنيش هنا هيجلدوني يا ابني. يخرب بيتك يا حبيبي. مش عارف كهف معفن زي اللي اكتشفي. لا والله العظيم ما في بصله بس في جولد والله في جولد كتير يعني. لقيت 6 ايرون. كسر ايرون ماشي ايرون كسرهم. في اندرمان قذر كان واقف قدامي دلوقتي. موت عاوزين ايرون. انا بس ما لو شافني يعني بصراحه بس انا اروح لك. المشكله خايف يجلدني يا ابني. هيجلدني انا عارف. هيتعصب هيجلدني. تعال عشان تدافع معاي. هيجلدني قبل كام جم دمجه تعرف؟ 10 20. اوه ماتلي ضربه واحده. اخذ الشرطه دي شوره مقندري. اه قذر عشان الشرطه. هات بس السيف ده حاليا. نروح هناك بنستر بس عشان دروعنا وحاجتنا هناك. بس انا مروح يعني. اصبر بقى حاجتنا هناك. حاجتي هناك. اه لافا لافا موت هنموت قلبيا. المشكله الزومبي محوطني من كل مكان فرب نستر استر 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 يا رب.
استر يا رب، خرب بيتك. المشكلة مش عارف كمان المكان البوابة، انت كانت فين البوابة؟ يا رب استر والله، شكله ما يجلدوني جلد جلد جلد. يا رب استر يا رب استر. اصبر اصبر اصبر، فينك انت بس حبيبي؟ ايه يا ابني تطلع تكلاب برضه انا؟ هو في يا حبيبي ايدي ده سكيلتون ركب على سبايدر. يخرب بيتك، بقولك ايه، ما تجيبني عندك، راحت امك. لو جبتك عندي هتتجلد، راحت امك. اوه هيموت هيموت من السكيلتون اذا ما فيش حل. لا 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 هيموتون هيموتون هيموتون. دفع عني دفع عني، امان عليك دفع عني يا اخ. طب ليش خنزير زيهم يا اخ؟ موتوني خلاص. انزل البحر انزل البحر انزل البحر انزل البحر على الله وعسى بس. ايوه ما تقوليش في زومبي في الميه برضو، مش ناقصه مرض هي. اوعى تقول لي جاي وراي، اوعى تقول لي جاي وراي، مش ناقص سكيلتون يكون قذر. اللعبه رجعتك ولا؟ رجعتك ما جبني عندك في البيت. مش في البيت انا، انا في نص الصحراء. ممكن نجيبك بس نجيبك عنده؟ لا بقى اخدت دروعي يا عم. ده دروع جولد معفني طلع عشان السبايدر هيجيب. اصبر ما مش في البيت انا، انا مش في البيت انا، بس بطمنك انا مش في البيت. سبايدر جابوه، جابه مع الجماعه. بس انا نجيبك بيبي بيبي. فاصله. اسمك انت في الاول صح؟ طلعت. استنى خليك عشان دخلت ثاني. مليها مع الموضوع الدروع والدخول ده يا ابني بيبي. يا ابني خلاص. طب انا هنتجلد هنا لو استنيتك، انا هنتجلد هنا. اه ابلع 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 ابلع. اخيرا اخيرا خلصت على السبايدر قذر. خلي بالك انا هنتجلد يس. بص انا هنحاول نوصل البيت ونحاول نجيبك. ده لو وصلت البيت يعني على خير، ده لو وصلت البيت على خير يعني ان شاء الله يعني. ده لو وصلت على خير، ده انا معيش غير نص قلب، معيش غير نص قلب. كريبا يا عمي دي ناقصاكي نكساكي يا عم الكريب. ارمح امان عليك امان عليك، ارمح ارمح ارمح. اجري يا ابني. ايوه ايوه يا رب يا رب نوصل البيت 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 على خير. انا غلطان، طلعت لي طلعت لي في الضلمني. تغور يا عم الدلوع دروعي وتغور قرفها. اجري يا اخي اجري يا اخي. انا نتش نتش انا موت سبايدر. انا عارف هنموت 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 هنموت. صح 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 يا اخي اجري يا اخي اجري امان عليك. اجري يا حبيبي امان عليك. القريه دي جنبيني يا باي الشباب. لو القريه دي قريه الله فخامة. قري 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 الله في قرية جنبينا، ده كده اسطورة. ممكن قد الليل عنديهم بعدين الصبح نشوف كده ندور على بيت براحة. ثواني بس انا استخبى بس اخش بيت الاول. انا ابني على نص قلب والله العظيم على نص قلب. طب حيت امك. اوه كريبر فشي اجري حيت امك. هجيبك انت رسبان تسلا ولا لسه؟ بس دخلت انت فكر اللعبة. استخبى يلا يا اخي نص قلب يا اخي يا اخي. قري قري يا اخي حيت امك. رجعك البيت اسطورة ما يهمش. ايرون ضاع كل حاجة ضاعت. سام 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 اقفل الباب يا اخي اقفل الباب يا اخي اقفل الباب يا اخي. اه في حاجة تاكل. ايوه تمام. وريني وريني وريني. إيه لقيت خريطة. اه ولا لقيت اكثر من خريطة، لقيت بوصلة. ده ورق. اي ورق ايش ايش. لا 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 والله في خريطة كاملة. ما تجيبني عندك. شو في في كعكة؟ لا مش كعكة، والله كنت فكرها كعكة. تعال اسرقي تجيبني عندك يا صاحبي، معلش نص قلب. حنتجلد انا بصراحة. كان الاسم الاول مش كده ولا اسم؟ يا عم ما تتوهناش بقى. اسم مين كان الاول؟ اسمك انت. انت اللي هتجيبني. لو انا هنجي ولا بتتوه. انت اللي هتيجي عندك. انا هنجي عندك. حط اسمك انت الاول. ايوه منيسة. يلا بس عشان انا بص مش عاوز يبين. اه يخرب بيتك انت جي. يا اخي يا اخي. الاسم يعني في الاول. يا اخي اوعى تضربنا نص قلب. يا اخي تضربنا. انت ابني وقفت لي اجري. اوه زومبي زومبي زومبي. معك اكل تديني؟ محسن ربنا هيك قدام. يعني مش قادر نطلع الوقت، مش قادر يا اخي نطلع الوقت. يا اخي معكش قلب. ايه قلب قال. يا ابني اخلص. لك شويه تاكل تحصل ازاي؟ يا ابني في زرع قدامك. طيب وازاي انت طايله من هنا؟ عندك هني انا عندي طلعت برا ما اعرفش ازاي. وفي يا ابني اللعبه التعبانه دي. انا شايف نفسي جدعان. يا جدعان انا بقول لك ازاي انت بتحصل انت كنت واقف جنبي اصلا. عمتي واسنانه. ابلع ابلع ابلع. اقفل الباب. السلام عليكم. افتح الباب. خد على وشك خد 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 على وشك. في الباب تاني؟ طيب والله حر حرم يركب. والله بص بص حرم. ولا ولا هو مات ولا مات والله بس مش عارف. ولا ولا هو اللعبه فهي ايوه ايوه. مت. لعبه علقت يخرب بيتي. موتنا انا والفلجر. ثم انا رسبنت في البيت. انت طلعت ودخلت. انا على ابو ام ابو دي. نجيبك ولا يا صاحبي؟ استنى نحاول نجيبك بسرعه. نجيبك. تعال 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 نجيبك تعال. يا اصحاب الصحاب جيت ازاي ابو الصحاب؟ ايه ولا ولا انت خدت فرخات ولا خدت فرخات حرامي؟ تعال بقول لك يا بقول لك يا. طب بص علي بص علي بص علي بص علي يا اخي بص علي. تعال روح لوت القريه. تعال روح لوت القريه بدل الحاجات اللي ضاعت مني هنا دي بصراحه. ايه رايك؟ تعال بس تعال تعال بس تعال بس تعال بس. بس القريه كانت فين يعني؟ تعال بس. جاي انت ولا؟ هنعمل ادوات ادوات ايه يا ابني؟ بكاكس. ولا ولا انت تلم بكاكس مني ضوب يعني؟ بكاكس حديد يا ولا حديد ده ولا ضوب؟ انا مش شايف انا تعميات. انت هتطلع ولا تعمل ايه يا عم؟ تقرفنيش. انا هروح لوت القريه بسرعه. طلع.
والله بيعلقيني. اوعى يا عمي لا يعلق. شرق ولا جنوب ولا غرب؟ مش عارف، انا كنت بنرمح من الزومبي ومش عارف صراحة. يا سلام مش عارفين كده عرفت. يا ابن اوعى. يا سلام. يا ساتر يا رب. النقري بالقذر. برمسي. اقرا منا يا ابني. نزل لك المية برضه. عشان اخليه يقرا وراي. تعال تعال. يا اخي خنزير والله العظيم يا اخي. يا اخي تصرفاتك خنزير. رحت انت اللي بدك خير الدنيا يا حبيبي خالص. تعال بس تعال بس روح القرية والله تعال. كل عودي. تعال بس تعال 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 حتى المشكلة الجنينة اللي انا فيها كلها دي خضرة اصلا يخرب بيتي. انا بتخبي بص اللي كريبر استخبى فيه على كيف. تعال بس تعال تعال عشان نروح القرية لو توه بس الله بس نلقوا شمعة كده يا باشا ولا نلقوا اي حاجة ننفع نستفاد بيها من القرية اللي معفن اصلا. تعال بس تعال ان شاء الله نلقوها اصلا. والله ما فكرك راحت فين يا القرية هي. ايوه قدامي. تعال ورق شايفك من بعيد. اجري يا ابني اجري خلص. بعدين شفت خنازير معفنين والله. يا ابني فينك؟ ازاي فيني وازاي شايفني؟ قصدي فين القريه؟ قدامني. شايف حاجه؟ يا جدع ازاي مش شايف حاجه؟ اه كده شوف برش. اصبر كده بس عشان لو توها بصراحه عشان هم قراويين اصلا بس يا ريتنا كنا سكننا جنبيهم والله. ايه رايك نبنوا بيتنا جنبيهم الجديد؟ انا راح اقصد منهم ازاي؟ ايه خد الاكل كده بص انا عاوزك تخلي القريه دي تفجر واي الات حتكون كده فاهم تستاهل خدي. والله عايز اروح قصر الاشباح. خرب بيتك ده في كذا سرير بس في الشست. بص انا هنستعير من الله في تفاحه ينفع نطورون نعملوا جولدن قبل كده باش نظبط الاداء. والله فين بيت الحداد؟ مش عارف في ورد وهني مش عاوز الورد مش ناقصه مرض. بيت الحداد دلوقتي يطلع لي حالا اوقف فيه دايما مرات. والله العظيم والله والله انقسموه لما تلقص. بيت الحداد فين؟ تعرف ندور انا. ساتر يا رب. بيت الحداد يا بيتي حداد يا بيتي. استنى بس يا لك في صوتي. صوتك يا سلام خزر على كيفه. انا عاوز ناخذ الاله اللي مع القزره دي مش عاوز نقايض حاجه يا ربي. ينفع ناخدها؟ بس المشكله القرويين دول بس المشكله هو شغال فوقيها يا اخي هناخدها مني. بس القرويين دول زي الخدامين. لا لا يا اخي مش للدرجه يا اخي. خد منهم انت عارف برضه لهم شعور يا اخي. بس انا بكسرها بيدي انا خايف تضيع تقريبا مش هتضيع يعني. ايوه مش هتضيع انا قلت اصلا يا عم مش هتضيع. يخرب بيتي انا لما كسرتها فقد شغلانتي. لازم يفقد شغلانتي. يلا مع نفسك مع نفسك عيشوا بقى شحاتين انا مالي انا محتاجها بصراحه. في ساحر قذر هنا عاوزين نقتله والله عشان نستفاد بالحبلين بصراحه بتاعت التاجر القذر ده اصلا. ماش امرض اصلا ولا حاجه مبدل معاه. لقيتها في القلعه في القريه قصدي في مكان ثاني. خلاص انا اخذت واحده سيبها خلاص هنسيب الثانيه كي كان اخذت اخذت واحده مش لازم. انا طلعت تخش ثاني السلفر هسه بيتك حبيبي. شايف حبة ايرون ماي طايرين لنا خمس ساعات مش يا جدع حرام عليك يا جدع. لما تخش بقول اه والله كويس ملاقيين خبز. اه ردني خلاص خلاص من السيرف انت خلينا ولا مرة. ازاي يعني؟ لا كده بجد لقيت جزمي ولقيت سديري فحلوين. ايه رايك شكلك؟ دخلت طلعت على طول حتى ما كملت. بمس عليك بس وريني وريني خروف. آه بص يعني احنا مش محتاجين السوب بس محتاجين اللحم. انا ماكلون الدنيا دي. ايوه تعال 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 ابلع ابلع. ايوه يا واد ابلع ابلع يا حبيبي. ثواني 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 ثواني. الله جيت شفت حاجات معفنين. الله ايدي والله انت مت يا دي ولا هنا حاجتك كلها وقعت. السياف والوصله والبوصله قصدي واللحمه وكل حاجه. والله يا ابني ده لقيته في الارض عشان ده في طبق فوق ما خدتش بالي والله عشان ده في زرار هنا. اه ماشي ده ترابيزه عامله على هيك الزرار. ماشي اطلع كده اهدى بقى عشان ما اولعش فيك انت وتحت. شوف لنا اي حاجه هنا نقلبوها. امشي طب ايش تعبش قلبي. اه يخرب بيتك انا اسف حد وقع والله كسرت صف اسنانك. حلو الفرصه بس المشكله مع ناس سجل سجل. ايوه هات المشروبات معاك كرافتنج تيبل. واه واه ابن البال عليكم. ايوه هات حد معاه كرافتنج تيبل هني تلقي كتير والله نلاقي سراير بس قشطه خدي هتنفعنا والله لما نروحوا عالم الهند. عم سيبها لهم دلوقتي يا اخي هتنفعنا بقول لك والله يخرب بيتك. ايه انا عارف هي تنفعنا. عاوزين بس احكي لكم سر من الاسرار دلوقتي تمام. احكي يا اخوي احكي. عارفين مين مجهز كل المجاميع يو يخرب بيتك. طب ما تخش ليه وتطلع كل شويه. سيبك سيبك تعوضت. عارفين كل عارفين مين مجهز كل مجمع يوجيو ومجربها وحفظها؟ ايه اهبد اهبد انا. ايوه فعلا اخوات هو اللي بحضر المجاميع بس فعلا هو الخبير الاستراتيجي اصلا في لعبه يوجي. يفقع قلبي يعني كل شويه يجيب لي مجموعه يقعد يختبرها 33 مره يقعد بقى يفقع قلبي. بس المشكله مع السجل فخلاص هنسيبك ونديك ضربه. يلا بس مع السلامه. مفيش محاصيل يخرب بيتك. فين القمح ولا فيش قمح هنا في القريه اللي معفن القذره ده. باب لا 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 الباب ده كبير يعني اكيد في حاجه جوه. شوف كده في الشيست. الله والله العظيم بص بص يا صاحبي 18 حباي تفاح لابل فسطوره والله. فيش غير الجولد يا باشا حطها. لا لا استعب عليك جولد الابل تبقى احلى حاجه في الحياه. ما هو ده اللي انا عامله عاوز احافظ عليه والله. كان معايا 5 دول فات ساعة لما مت صعبان علي والله. بس نفس الجولد الابل طلعت تاني ولا دخلت ولا عملت ايه؟ انا شغال ندور على طلعت لازم جبت السيره وانا عندي يا ابني في الشارع يا ابني. والله لازم كل ما نطلع نحكي سر. السر الثاني رستر اللعبه رستر اللعبه السر الثاني
تمام عارفين انا معرف كل حاجه اللي بنوها في لعبه ماينكرافت الدرجه اللي هو لعبها عند اول مره عند انا يا جدعان مش للدرجه بس القصه الحقيقيه بصراحه وعرض علي لعبه ماينكرافت فانا بصراحه يعني استهيفت انا كانت كلها مربعات اصلا ومش فيهاش اي احداث ففي واحده وحدي فبصراحه يعني بدات نستكشف في عالم الانترمان فكده يعني ونروح للتنين نسلخها هناك بس كنت نسلخها بصراحه كريتيف يعني فبدات نحب اللعبه يعني فبنختمها كده باشا مع نفسي في الرواقه خلاص افتح الباب القزر الثاني الله الله في اكل 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 هات الاكل ده الله حلو اللوت في القريه دي بص على كيفك يعني قريه زباله بس مين ابطال الكونفرسان جت فكره مني انا يا باشا هو المصمم بتاع الالعاب الخاص بيني هو بتابع كده حركه السوق اي لعبه تكون طالعه في المقدمه يا باشا على طول مبلغني استاذ لو لقيت كتب فخدها بسرعه بدل ما نصنع كتب حوارات اما تلقى عندك مكتبه اساسا ايوه ما انا شغال نسرق الكتب اللي فيه والله يا اخي قارية صغيرة عريضة ما فيهاش كرافتنج تيبل يعني يا والله قبلنا انا واحد مش عارف اثنين انت طلعت انا حاسس بيك والله يا ابن رستر لا باب يا لا في زوم مش عارف انا ممكن عند القراويين بصراحة الليلة دي كله بيستخبى كله بيستخبى فسامحونا انا اخش لوقتي ننبك انا اي واحد هم يسامحونا او قذر في سرير هو واحد نام علي بص ندير على وشه وننام شوف حاجة تاخذ هنا لا فيش حاجة اخذنا لهنا قوم 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 فز من هنا يا ابني قوم ايوه اقدر اقوم من هنا ناقصه قرفك يا حبيبي ايوه الصبح صباح منو انت بتطلعني يا اقسم بالله ما بنطلعك يا اسطى ترى بسجل الشاشه ولا بنداور نطلعك ولا بنقفل اي حاجه النت ولا بتاع اللعبه تلقى علقت عندك او باظت او ضرب الدم السيرفر كله طلع واللعبه ذات نفسها طلعتني شايفينك فاسد ما تستاهلش ليه هنلعب مع الاملي تصعب عليك انت بتصنع انا يعني بص بتصنع ماينكرافت يا صاحبي مش اي حد وفي لو طلعت مرة ثانية نحكي سير من الأصغر مرة ثانية بس مش لاقي قمح يعني المفروض القرية دي وقفها على أقل قمح حسبتهم كل قشطة خلاص مية مية في حبل أهو تمام الحبل ده هيفيدنا بصراحة ايرون جولم ايرون جولم ايرون جولم عاوز نديله ضربة تضرب ضربة وشوف وش غبي أبو الشرير أنا هنقتلك أنا هنقتلك لو قتلته لك سهلة ماشي ما أنا قادر نقتلك تقدرش يستعب عليك ولا ما تقدرش هتشوف دلوقتي وريك زي تكتيك تمام اعمل كذي تعمل كذي كله هيمشي بعيد عنك يا حبيبي ومش اقف قدام كذي قدام كذي ساعدني يا ابني 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 هدى عصابي لا ما تقلقش ما انا شغال نضرب فيه اه هموتك استنى استنى ما انا ضربت طيب اكيد حق اللي انا لقت اي دخل تستاهل تستاهل انت ماشي انت ماشي انت هو بس علي عادي تقدر تضرب فيه والله ايوه انزل شيء زينه ايوه 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 عشان نشوف سلاح ما سلاح ما سلاح ما يصير السيف بصراحه لا بلا وابني ده غبا ولا لا نقول ده المفروض اصلا ينتبه ان انا من ورا بغز بص بغز بغز الله الله سلخته سلخته ولا اخذته انت لا هاتي فينك فينك انت فينك انت فينك هات يا حرامي هات فينك حرامي ما في الحرام ثاني ثاني انا بدور عليه استنى في خد هنا تعال تعال في بلوكات هنا لا مش بلوكات تاني لا لا انا افتكرتها بلوكات ايرون والله قلت اسطوره اسطوره فين انا حرامي يا حرامي هاتهم ولا هاتهم ايش اللي قال بس استنى بطلع من الميه بدل ما حاجه تنتشر هاتهم هاتهم يا ابني قال هاتهم هاتهم ماشي ما اديكش الضربه اللي بعد دي افتح سرتين اصلا ايوه هبي ذهبي ابلع 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 ده انت خرف قذر يلا حبيبي يلا عشان نروح اللوت يا صاحبي يلا بينا يعني انت عملت فرن هنا ما عندنا فرن هناك يا اخي تعال يا عم نروح القرية بتاعتنا قبل الليل ما يليل السرعة بقى خدها معاك يلا عشان قبل الليل ما يليل يا ابو صاحبه استنى اهدى بقى عم انت صدق قذر ايرون تعال بس جبته تعال بس نروح بيتنا العشرة جبته من الكاف ما جلدوك هناك استنى ايوه كان بيتنا الناحية التانية صح يلا قبل الليل ما يليل بصراحة مش من بيت عند القراويين انا انت طلعت اصلا يبقى تعال الحقني هناك الله العظيم يا اخي ده انت عيل تعبان من الله استنى بس اخواتنا عم حاجه عاوز اياها لو تعزلت فيها من اصفارك انتوا عارفين اول لعبه تشوفوها هنا تلعبت ما كانش فاهم فيها اي حاجه عارفين يا اسطى اسطى اشوف لك حاجه جديده يا اسطى انتوا عارفين طب انا بكره لعبه تشوفوها درجه السن لا لا يا جدعان لا ما كنتش صورت انا مش مجبر على حاجه بس بصراحه هي المشكله بتبقى ممله احيانا ان كمبيوتها بتطول هي القصه ممكن في كده ما احنا الوقت عاوزين البيت بتاعنا مش لاقي البيت انا ربنا يستر وزيها قبل الليل ما يليل اصلا بس ناخد شويه لحم معايا انا عاوزين شويه فحم والله يا سبحان الله انت عارفين لما نبقى نشرح مجموعه جيت انا نفسي انا نشرح ترى بس عاوزين حاجه ناكلها عاوزين لحم لا عاوزين لحم طيب يا جدعان ارفع ده كده فوق هات اللحم الطيب دي
عشان نبدا ناكل. عاوزين البيت، البيت بتاعنا كان هنا والله، المفروض البيت اصلا قريب. بلاي خلاص كفايه، بس انا عاوز اروح بصراحه قبل ما نقولش بقى نتلهي مع الفراخ ومع الحيوانات. في الاخر هيطلع لي زومبي ولا لي ليل يجلدوني جلد والله، ولا جلد والله ابغى اخذ على وشي جلد. طب خلني تبي لما نوصل نز لما تشتهي توصل حبيبي. جوا جوا بيب، انا عندي مشكله في النت عندي يا ابني. نت يا ابني اللي عندك مشكله فيه انت، تليفونك قلت لك رستر لعبي جيت البيت بتاعي نفسي طلعتني برا. ايوه اخيرا وصلت البيت، اخيرا وصلت البيت. بس انا ماينكرافت تكرهني انت، يو تكره يصعب عليك. اتصدق يوجو بتحبه؟ يصعب عليك، احنا الفخامه بالصحاب عشان بس انت انت ظهرت اصلا ظهرت. الحمد لله على السلامه يا اس. الحمد لله. استنى عم اجيبك تي بي، مش ناقصه مرض هنا. ثلاث تي بي فصله. اسمك انت الاول. انت عندك الدنيا ايه؟ عندي الدنيا صبح. هي خلاص صبح بس على وش ليل يعني، هو وشك القذر دي. اوه انا عندي على شروق. هات اللحمه ده. يا انا تعبني. اه نحط الحاجات اللي معفنه دي في الشست مثلا زي الجلدي. يا انا خد خد الجزمه دي. ها جبت لك جزمه على، وخد لك ورده، جبت لك ورده حلو. يا انا بص يا اسطى في كده، بص يا انا هنحط لك، بص يا اسطى يا صاحبي الصحاب، هنحط لك خريطه كده، عاوزك تقول لي رايك في بتاعتي دي اصلا. امسك كده شوفها وقول لي رايك. عايزين نعمل الشست ثاني فوق دي. انا ناخد نص نص يا. نص يا. ما عندنيش الا قلبين ونص. نص يا انت بتستفزني. نص يا حرامي يا عم. نص الخرايط يا عم. تعال بس ننام عشان الليل كده قليل والدنيا هتخرب. سويت الحديد يا حبيبي. لا استنيك بعد ما انت تمشي تسرقهمش مني يا عم. النص مش هتسرقهم؟ ها والله لو سرقتهم هنجلدك. وريني بقى الخرايط دي بتشاور عليك. بتقدر الزرة انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ الله ولا تعملش نفسك خبير. يلا يا عم سيبني. استنى نقدر نجيبك بالحبل. استنى لو حطيت عليهم فتت الخبز لا ما ينفعش نجيبك بالحبل. كان نفسي نجيبك نربطك هنا والله في الحته اللي معفنه. طب تعال نحفر تحت والله ممكن نلقوا اسمه ده. انت معاك خشب يا اسطى؟ ايوه معاك خشب؟ رجع عندك ما فيش خشب كتير. اه في 22 حبايه في اسطوره بصراحه. عايزين نعمل شيست ثاني بس. شيست بس يا اسطى يا عم اصبر. اوعى بس الخرايط دول عباره عن فضه يا عم. اوعى بص واحد رسم كده لوحه بيضة يا عم. اوعى بدل ما اشكحك في القلم. دماغك بالظبط. اوعى عارف اللوحه البيضة دي شبه دماغك انت بتلعب يوجي يا جدع والله. وشبه دماغي برضو لما نلعب لعبه العربيات الكبيره دي. يورو تراك. يورو تراك يا اسطى. دور تراك الفخامه. اخذت صندوق صح واضح. سمعت صح ان انت كمل السلسله عليه. تمام انت خد تكمل السلسله عليه. خست انت بس المهم خدت شست صح. انا قلت برضو انت واضح. تكمل السلسلة عليه؟ عليا تراك زي ما سمعت. يورو تراك ممكن يا باشا والله ان شاء الله نكملوها بصراحة. وراجع بسلسلة قصص كده تقريبا ان شاء الله. احرق دول بصراحة اللي مش لازم. عايزين نشوف والله هنلقى فحم. عارف لو هنا دورنا هنلقى فحم واثق. تعال ننزل الشعب. والله يا اسطى هنلقى فحم بس اصبر كده عشان معيش طوب انا وانا معيش اصلا بكاكس. معيش بكاكس اصلا. انا معايا بكاكس حديد اساسا. اوعى تكون سلكت اللي هنا. اخذته من الايرون جولم اللي معك. والله عملت حاجة صلحة. بس اسطوره بس تسيبوا الاربع تنين يتحرقوا عشان ما بص ما اجلدكش بصراحه. اما النازل اساسا دورات شعب الفحم. روح يا صاحبي وانا جاي وراك ساعمل بكاكس وانا جاي يا صاحبي معاك. لك ايه يا حبيبي؟ ما تعمل لنا فتنه لا يا صاحبي ما ينفعش. لازم نختموها باسطوره. انا والله ما شفت حاجه. اصبر بس علينا بالصحاب. عاوزين ثواني. دي مش بتشبع لحمه. في لحمه يا ابني كتير طابخ انا. آه تمام انت بتقول علينا مرتك. طب اصبر حاجلي لك. هتروح مني فين؟ اصبر يخرب بيت الفرن القذره دي اصلا هتولعها قبل ما شايف حاجه. مفيش حاجه نطبخ عليه. خلصت كل حاجه تطبخ. تعال بس ننزل بس اوعك ده يا عم الحاج. ولا مش شايف حاجه انت ولا نروح يا اخي. ريتنا خدنا شمع ولا حاجه. نسينا يا اخي الموضوع ده خالص. صح هي كان فيها شمع. الفرن طفيت يا اخي انا على الفرن دي والله. تعال نروح ننام وبعدين نجيب. تعال 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 نام بس نام تعال. ابلع لازم نوقف فرد شوي. الله يا عمي تعال ننام واخلص بقى تقرفنيش. اخلص انت دايما المره هي اللي بتخمد. يا صباح يا كريم يا رزق. تعال بس تعال بس تعال بس نشوفه برا بصراحه. استنى معيش اكل. اصبر معيش اكل. تعال بس تعال بس خلنا اي حاجه. اصبر عشان في زبيدر خزر احسن. قتلتي عشان بسرعه نعمل بوم. تعرف في سبايدر تاني نقتله بس عشان نعمل بوم. اوه هيجلدني كده. وانا قلت هيجلدني والله. بلا 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 ايوه كده. بلا يا واطي. طب بص تعال نحفر هنا. تعال 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 بس فينك انت؟ قلت لك نجيب شوتك. عارف لو اخذت اللي هني في الفرن هنجلدك والله. ايرون. تعال بس تعال. يا عم تعدي امك.
انت مش عارف تطلع اصلا يا ابني. بص 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 يا غبي. بص بص يا اخ تعالي. بص بص اطلع الناحيه دي. اوعى يا عم انت عيل غبي. تعال فين؟ الى القريه. اقفل الباب عشان حياتي. الى القريه وما بعدها. اصبر انا حنجلدك. انت هتقول لي رايح القريه اساسا؟ رحت تسرق مني الشمع. تعال والله نعرف نحفر. راح فين يا القريه؟ المفروض الناحيه الثانيه كده. الله نارك. تعال انت عيل غبي تستاهل. نارك. طب اخلص تو انا دعمنا. فينك انت؟ فينك يا ورع؟ يا ورع يا تعبني. سامع صوتك الخزر. السلام عليكم. يا نيانا تعال بس تعال. قلت كنت حطيت الحاجات اللي عندي في الشاشة. بس عاد عاد شغل امورك. اقول لك ايه، انا عاوز اسمي جديد بدرس. عاوز اسمي جديد بدرس. اسمك؟ اه بطيخة. حل اسمي السيد بطيخة. سيد بطيخة شمام. اوه اسف اسف اسف. السلام عليكم. ايه ده ولا في القرية؟ اي يا عم والله صدقني كنت هني. اصبر بس اصبر عشان انت وشك اصلا يقطع مش الكاميرا بالبيت، يخمر البيت اصلا. لا ثانية ثانية الناحية التانية كده. قلت لا انت ليه سوي كريفتن تيبل بقلب الصحراء؟ لو عشتي ما احنا هنلقوه اصلا. تعال راح فين؟ ناحية الجبل. تعال من ناحية الجبل. فوق الجبل بيوقف فيه فحم. فوق الجبل بيوقف فيه فحم. تعال تعال. عرفت تتسلق؟ تعال بس بلا تسلق. انا بالشقة بالله. تعال تعال بس يا اسطى. تعال بس تعال تعال والله اصبر. تعال بس استنى عشان انا لازم ناكل 3 كيلو. اذا في كهف ضخم. استنى عشان لازم. شو هذا اللي دخلنا فيه الدور اللي فات؟ لا مش هو. مش هو والله. في فحم اهو. اسطورة. الفحم اللي بتاعك. عم اصبر بس تعاي. ده في كذا فحم معي. لا خلاص اصبر خلينا ناخذ الفحم يا جدع. خلاص ما كده هنقسمه كيك. هنعمل بيه شمع ونظبط الاداء. عم اصبر يا اخي. اصبر يا اخي. نكسر حواليه في نحاس اهو معفن بس ناخذه. ممكن نحتاجه يعني عشان نعمل تلسكوب. لازم تلقى الجواهر. احنا بدينا بندور فممكن والله. بص اخوات ممكن نلقى هنا حاجات حلوه بصراحه. ما راح البيت. راح فين يب؟ راح نكمل الباقي تدبيري عليا على الفحم. ف انا شعر وممكن نلقى دايمون. يا اخي وشك المربع دوعة. تعرفك وشك مربع تركب ازاي يا ابني؟ اصبر كمان يدي نكسر حاجة. انا موت. موت موتنا الله يجزيك. والله موت ازاي يا ابني؟ فين حاجاتك؟ فيش حاجة وقعت. انت هتطلع عليا؟ والله ما فيش حاجة يا ابني منك وقعت. افتح الانفنتور بتاعك. انت تستاهل. كنت تقف قدامي يا ابني. معيش غير بكاكس بتاعني. لا كل حاجة خدتها صح. اسف. طب ما تجيبني يا اسطى. هيجلدوني يا اسطى. يا اسطى هنتجلد يا اسطى. اسمه الاسم الاول. اسم انا يا ابني. روح يا ساتر يا رب. وأنا حبيبي حبيبي. ايه ولا 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 اوعى وشك المربع دي. اصبر بس نعمل الفحم. عالفحم تصبر نصنعهم الاول. انا يا اخي انا حاسس نفسي معاهم. معاشي مع ولد اختي يا اخي. تصرفاتك تقول لك ولد اختي يا اخي. لا انا اخوك. في بالك الفرق بيناتنا 10 سنين. بقى 10 سنين عمر مع خشب. يا عم الصندوق بتاعك ده هو سحري. مفيش يا عم في الصندوق بتاعك دي. خلاص خشبك خلص. نروح نجمع لك شوية خشب الفرن. يا اخي استغفر الله. في الشستاد ممكن نلقوه. شوف الفرن يعني. اه يا عم لا في غير حبه واحده الفرن. خلاص انا هنعمل بس حاليا بالفحم اللي معايا ده بالخشبات اللي معايا دول. معايا غير حبه ثلاث حبات فنمشي بيهم اموري. 3 في 4 ب 12. مشي بيهم اموري. اصبر بس يا ابني هنشوف كم حبايه يطلع لي. بشاهده بقى تمام. 12 حبايه اسطوره. انا قلت 12. بص بس المشكله مايكرافت التليفون مش زي مايكرافت الكمبيوتر والله. حاجه تقرف. انا جبت الخشب. تعال بس تعال. جبت خشب كتير. تعال اسطوره اسطوره. تعال بس عشان بص هنعمله كهف كده تحت البيت. تعال وسيب الباب مفتوح وراك يا اخي. يا اخي يا اخي تخش نديك ضربه نكسر وشك يا اخي اثنين. اقفل الباب يا اخي. ايوه دي يلا انزل. 40. هات الخشب. 41. هات 40 عصاير. كثر معاك وفكير. بس لا مستحيل بالسرعه دي تجيب. لا والله بس يهبل بس يهبل. جمعت خمس حبات خشب من الشجره. خمسه عشان نحولها. أيوة. تبقى اربع. خلاص اسف اسف. والاربع بتتحول اربع ثاني فاربع فاربع فاربع. خلاص اسف 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 اسف. اوكي كمان اشغل اربع حبات فحم تاني يعني بصراحه مش كتير قوي. اربعة في اربعة 12 يعني معنا 26 حبايه في اسطوره. يلا حاج اصبر حط بس العصايات الزياده دي خلينا نحطها في الفرن. انت مش عارف اللي هي. ما انا هنطلع دكتور زياد كان يدم. ايوه ايوه قلت لي صح نسيت. خد خد نص ماشي بس. حلو حلو حلو. دي نصها انت كسرت قمر زياد. حلو يا اخي حلو. انت لازم نص بالظبط يعني. في صوت زومبي والله خزر. حاسس ان في تحت البيت زومبي. يا عم هنقدر بيهم هنقدر بيهم. بس 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 يلا هون شحات. حلوين دول ولا لسه شويه ثاني؟ بس خد 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 ما وراك هوم زي ما كنت السلافه نضربها. خد انا غلطان ناخذهم من دول. بس الحاجات اللي معايا دي في الشيست صراحه انا عامله معايا حامل بالفاضي. اه صاحبي كاكسي كان في بكاكس حاجة. ماشي اصبر اصبر هديك بكاكس تحت. استهدى عليه بس نحط الحاجات الزياده دي. هي الدروع الجلد دي جيتهم والله في القريه يا اسطى. هي الدروع الحلوه دي يا باشا. هنولع ايه هنولع. انا واقف
هي البوكسر البلدي ده. اصبر بس عشان نحط كده بكاكس بتاعك المعفن. يلا بيني يا ابني. مش المفروض باليد التانية يمسك حاجة؟ انا مش فاهم ليه مش قد يمسك الشام. الجوال غير الكمبيوتر يا اخي. والله العظيم الكمبيوتر كان حلو. كنت نمسك كده كده واحدة بيدي شمعاية بيدي وتبقى من نور المكان ده العظيم. انا كنت عملت على الكمبيوتر احسن. السلسلة ده تعمل ايه انت؟ بتحفر هنا؟ ماشي ماشي على السلامة. بتحفر انت الناحية التانية بتشعر. بتحفر كده في وشك؟ خرب بيتك ده انا ضلمت المكان. حرام على اهلك. في صوت قذر سامع؟ ولا صح سامع الصوت دي؟ والله صوت قذر قوي. بس خلي بالك لا تحفر حفرة واحنا نلقاك وقعت في كهف ما اعرفش نطلعك تاني. ونقول كان معايا هنا اخوي اسمس. التي في معانا ما تخافش. ما المشكلة هتوقع تنزل اشلاء من اللحم. كن معانا. خرب بيتك والله. سردين سردين. انا وصلت لغاية طبقة 52. انا وصلت بتاع 49. لا ما انا مش تحت عامل سلم. نعم بس تعالى 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 نام بس. طبعا اخواتي كده كنت افضل النهارده. يا ريت اخواتي عشان فيديو تشتركوا في القناه وتعملوا زر الجرس وتدعمونا بلايك وتدعمونا ولا خليني اختم الحلقه كده. اخواتي طبعا كنت افضل النهارده. يا ريت اخواتي عشان فيديو تشتركوا في القناه وتعملوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان اخواتي نستورد فترة اكتر. استنوا فيديوهات تانية اخواتي. سلام. بتعمل ايه؟